فهذا رجل يقول لي اخطب لبنتك لا تخطب الولد. يا سلام. فالرجال الطيبة والكفو تشتريه ما اشترى لبنتك. نعم. فهذا رجل فلاح راعي مزرعة ورغم من أول القل وعدم وسائل اللي هي المكاين والدينموات اللي الآن صايرة من أول كانوا عن طريق الإبل السواني، إلا أنه حاطن ساقي يطلع من النخل بانحدار للوادي وحاطن له مدي تقريبا 5-6 متر في عرض 70-80 سنتي علشان غنم الديرة هي أسرحت وجت تشرب، وأيضا بالصيف البادية يهجون حول الديار رشان الموارد. فكان هذا يعني طبعه مشينا رغم من قل الماء واستخراج طريقة استخراجه، إلا أنه له رفيق خاص من البادية رجلا شروها لجيه فيه من الكرم والطيب والفروسية، وتقريبا له 3 سنين ما شافه لأنه ما يجون اللي احتاجوا، مثلا إذا صار توفرت الموارد عندهم ما يحتاجون أن ينتقلون من مكان لمكان. لا والسفر كان يأخذ وقتهم بحلالهم. فسنة من السنين جاء هذا الرجل وصار بالديرة اللي في هذا في بر الديرة اللي على أطراف الديرة. فطبعا هذا من عزه له ضيفه رعى النخل في قلة خاص، جاء يورد الحلال وهو معزوم على الغداء هو يا جماعته هذا الفارس الرجال ويا جماعته معزومين عند رعى النخل، ما ينادي احد غير امام الديره مطوع. ايه جاء وورد فرسه وورد حلاله ولا يشوف بنت طلت ووخرت كم شافت الرجال. سال احد الصغار وش هي البنت، سال من هي هذه؟ قال هذه اختي. قال معرسه؟ قال لا، حطها براسه. يا سلام. يوم جو على الغداء وقلوا طال حيكم على شرف فلان، قال والله ما قلت على غداء كله بطلبتي يا ابو فلان، وطبعا واثق منه اني بيعطيه. قال طلبتك اذا هي صك عليها النخل ابو البيت ابشر بها. قال ابي فلانه. قال جتك. ويتغدى ويملك له مطوع موجود ويملك له من اول، مو بتقيدون بوقت معين. جهزوا البنت ودخل عليها وظل حوالي 4 شهور فترة اللي الصيف. بعدين المسؤول عن ربعه مقيد بهم يبي يرجعون لديارهم، لأن خرج البلد دخل موسم الخير ورجعوا. في وقت رجوعهم كانت البنت حامل، فقال لها قال إن جبتي ولد سميه منديل. سميه منديل. منديل منديل. وإن كان بنت سميها اللي تبي. طبعا القصة هذه أنا يمكن بديت القصص والروايات من جدتي، أحط أقعد عند راسها وأنا عمري 10-12 سنة. يسمونها عندنا هنا في بداية نسميها سباحين، ويوم جت عندنا بالكويت يسمونها حزاوي. جت عندنا جدتي لين توفت ورجعت عاد أخذها منها وحبيت القصص منها، وهذه جايبتها يمكن القصة دي ما أخذها أنا عمري 14 سنة بس لا زالت راسخة. فعموما قال لها إن جت بنت سميها اللي تبي. راح الرجال قال يمكن عودتي إني ما أجي إذا الله سلمك وسلم اللي بتجيبينه يمكن عمره 4-5 شهور يعني بيطول في الرحلة. ويوم إنه جاء راجع ولها جايبتن ولد ومسميته منديل على كلامه ولا عمره 5 شهور. تعرف أبو 5 شهور اللي قمت تلعبه حركات وابتسامة له طعم، له طعم خاص. فهو يدري أن البنت لها في الشعر ويبي يجس نبضها، ما جاء المجال أنه يسولف وياها بالشعر بمداعبه وكذا. فيوجه الأبيات على ولده يقول أنت يا منديل مثلنا تحب الخيل والبل الأقبلان ولا تحب المزارع والمسحات مثل أهلك خوالك يعني جدك فلاح ويحط
وتطلطل الاصوات المناحي اللي اللي يزلم فيها البل، وحسبك الحسبه يسمونها المحثل، ويحمون الحسبه اللي يحزم البطن ويرفع الثوب ويحط فيه تمر ياكل منه وهو ورا البعاري. فهذا نص الكلام الوجه. فيقول منديل انا سالك برب السماوات، انت البخيل او ترطح الخيل جدا، انت الذي تفرح ليجن عجلات، لجن عجلا من بعيد المودع، او الذي تفرح ليجاك مسحات وتقول حيلي للشغل ما يتردع، وتطلطل الاصوات في كل منحات، وحسبك يا منديل منها تغدع. يا سلام، اثرها باسمها باذنها باذنها. ويتلتفت عليه، هو اسمه اسمه خلف، قالت يا خليف ما حفينا عليك المراسيل، ولالك خطبنا يا مروي السلايل، انت اللي جاينا، ولالك خطبنا يا مروي السلايل يا خليف ما حفينا عليك المراسيل، ولالك خطبنا يا مروي السلايل، اشهد ان الله نبالكم حمل، حنا تقول نبالكم حمل الروس الضلايل، حنا ليا جا الضيف نذبح لها الحيل، وانت يا ابو منديل اكبر دلايل. يا سلام يا سلام. قال كانت مداعبه يعني بين وباثير هذا يا زوج. فالايه الحب يعمل الضيوف المعاشيل، نعبالكم حمل الروس الضلايل، حنا ليا جا الضيف نذبح لها الحيل، وانت يا ابو منديل اكبر دلايل. فهذه من يعني المواقف القديمه اللي سبحان الله تكون راسخه في الذهن حتى رغم السنين. القصص مثل هذه، وهذه من يعني الأشياء والقصص يا أخي فيها الحكم، وفيها إنسان يحبها بحكمتها، دائما الإنسان يأخذ القصص يمتاز فيها الحكم والأمثال كثير من الحكم. يعني يمكن بعض مراد شاعرين يطلع واحد منهم بيت شعر أصبح مثال، مثل ما قال محمد، مثل ما قال علي ابو ماجد رحمه الله عليه، هو علي القري، كانت مداعبه بينهم. وابو ما ابغى نطول ناخذ وقت غيرنا. فاللي حصل ان ابو ماجد كان في جده خراز رحمه الله عليه، واحتاج، قال بدل ما اروح اقول يا فلان سلفني ولا فلان او دين، ما عندي مقابل عشان اسدد الدين، أبيع من أغراض العدة اللي عندي وأتخرج. فطبعاً البادية يستخدمون أغراض الخراز من حيث الخيوط والمخايط والرقع والسيور للعدول وغيرها. فجاء أحد البادية لعلي أبو ماجد يعرفه، قال أبي غرض كذا 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 كذا، قال أبو ولي مهلك الليلة، لأن قبل ما يفتح الدكان الناس حوله وما بحر يدري، أبو ولي من الليلة ولا جباتر، اوقف في العير الفلاني قبال الدكان، كان يعرفونها بالعير. الله الله. عير الفلاني. ولا شفتك باخذ اغراض واطيح، ما يبي احد يدري. ففعلا ولم لها اغراض ولفها بكيس قرطاسك من اول كيس اسمنت وربطها، ما يدرون اللي ده. يوم فتح الدكان ولا ناس من برا وناس عنده داخل ويشتغلوا، عينه على العير اللي وصف للرجال. يوم منه وقف الرجال وهو يطلع ياخذ غرض ويروح يعطيه. اذر فيه واحد من الشباب يسبره، شايف مد لها اللي ملفوف وذاك حطها الفلوس، راح بها صوغه لعلي القري، لانهم كل واحد منهم يدور على الثاني علشان يستمتعون، ما هو عشان يكرهون بعض، يستمتعون بالرد ما بينهم. فراح لعلي القري قال يا علي جاك لنا، قال خير، قال شايف من ابو ماجد في العائل الفلاني معطي واحد من الباديه غرض بكيس واعطيه، واذا معطيه فلوس وش عندهم؟ عنده ذهب ولا عنده؟ اكيد قام يبيع من عدته، الرجال منقص محتاج. الله الله، فاهمه؟ اي فاهمه. فالرجال ما هو بصابر لين يلتقون، لانهم يلتقون بالاسبوع يوم في 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 بحره. نعم. في ابحر. راح له في الدكان، يوم جول الحضور صعب ان يبي يساله وش السالفه. لازم بيت شعر. ولا يبي يخبي. فقال ابو ماجد قال يا سلام الله على اللي ما يفل حجاجه لين يسمع من زبيلك كلمه برحيه، والله ان اللي مثلك ما نحب احراجه، حزت ما تقول المال حزت بنفسي جمره الغاريه. قال له، رد عليه ابو ماجد قال مرحبا بالشاعر اللي يسلي جمله الهراجه،
بل مفاكر ومساكر والعلوم الحية. إني شتن في السؤال، فالجواب من السؤال يواجه مع راسي غطاء ولا طاقية. اسأل ما توقع. ايش قال لك؟ شوف الدهاش في الشعر. قال وش بلا رعى الغنم رخصت عليه انعاجه، قام يقدم من ظنينها على الطرقية. يا سلام، شوف شلون خلى الأساسيات الأمهات وانت بيه من العلم. وش بلا رعى الغنم رخصت عليه انعاجه، قام يقدم من ظنينها على الطرقية. رد ابو ماجد قال عقب يا هراد ولي ما تختلف امواجه. وش عرفك عن سياسة تتر الجوية؟ أنا مخفي دراك. بارك الله باللزوم، شوف صار مثل في نجد، بارك الله باللزوم اللي يسد الحاجة، ما نبرق في ظناين الحقبة من النجدية. يا سلام، يعني ما نقول هذه أحساف الأحساف، إذا صار واحد محتاج نبيع، وإذا توفرت شريناه، فأصبح في سائل في النجد الحين إلى مرضى قال يا رجال بارك الله باللزوم اللي سد الحاجة. يا سلام، هذه من الحكم اللي تطرقوا فيها شعراء أبرد، ولكن أصبح مثال. يا سلام، يا سلام. وسلامة الجميع.